نتيجة كبيرة 4-1. سولانو تتخلص توصل شيرر والحكم يقول ركلة جزاء. ركلة جزاء على فيجا. أيضا إذا تذكرون في الدور قبل النهائي من الموسم الماضي أيضا كانت هناك ركلة جزاء لنيوكاسل على توتنهام، وأيضا شيرر ويسجل أيضا شيرر. نتيجة كبيرة والله في حق الفريق اللندني توتنهام، من هذا الفريق القادم من شمال إنجلترا نيوكاسل يونايتد، وبالأحرى الفريق اللندني هو الضيف على نيوكاسل في هذه المباراة.